السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن جهاز الـ AVR. بالبداية شنو هو الـ AVR؟ بعدين شلون نقدر نختار هذا الجهاز؟ وشنو الشغلات اللي نقدر نسأله للبياع على مود نعرف هذا الجهاز جيد أو لا؟ الـ AVR بالبداية هو مختصر لكلمة Automatic Voltage Regulator، يعني جهاز معدل للفولتية. لا هو رافع للفولتية ولا هو رافع للقدرة، وإنما هو جهاز رافع أو خافض للفولتية، للفولتية يعني يثبت الفولتية مالتنا على الفولتية الستاندر مال العراق اللي هي 220 فولت. شو كنا نحتاج هذا الجهاز؟ أغلب الأحيان بالصيف يصير عندنا انخفاض بالطاقة الكهربائية وتنزل الفولتية مالتنا المستويات متراوحة، ممكن تنزل حتى لل 100 فولت أو حتى لل 80 فولت. الجهاز مالتنا أيضا راح يرفع هاي الفولتية ل 220 فولت. بنفس الوقت أكو أماكن ممكن أنه تجي بيها الفولتية عالية 260 أو 280 فولت، أيضا الجهاز الـ AVR راح ينزل هاي الفولتية للفولتية 220 فولت. النقطة الثانية أحدد الحمل مال هذا الجهاز، يعني يا إما أنا أعرف الأمبيرية مال هذا الجهاز شقد، كأن تكون 2 أمبير، 5 أمبير، 10 أمبير أو حتى 30 أمبير أو مهما يكون قيمته، أو أحدد الجهاز نفسه وأنا أروح على البياع أقول له أنه هان الجهاز مالتي هو مثلا ثلاجة أو سبلت أبو طن أو سبلت أبو طنين، على مود اللي بائع هو اللي يعرف شقد يعطيني هذا شقد يعطيني يعني يا موديل من الجهاز. شغلة إضافية، ممكن انه احنا من خلال الكرتونه مال الجهاز، احنا كل الكراتين مالتنا هنا مصممين الحمل مال الجهاز، يعني هنا مصممين هسه كشكل بيت وايضا مصممين شكل سبلت ابو طنين ونص، فمين يحتاج اللي يجي يدوخ بانه شلون يعرف هذا الجهاز مناسب الي حمل. كل اجهزتنا مرسوم عليها هذه الرسومات اللي من خلالها نقدر نحدد نوعية الجهاز اللي تشتغل عليه. طبعا مو إلا سبلت، ممكن أنه ثلاجة أو مجمدة، أي رسم هو راح يوضح شنو الحمل اللي أنا أقدر أشغله على هذا الجهاز. هسه نرجع للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة أنه أنا شنو اللي أسأل البياع على مود أعرف هذا الجهاز مواصفاته جيدة أو لا. أول شغلة أسأل البياع به بأنه هل هذا الجهاز ريلي أو ماطور. إذا ريلي قال لي ريلي، راح أسأله كم ريلي موجود بهذا الجهاز. طبعا كل المعروف انه كل ما يزيد عدد الريليات كل ما راح يزداد الدقه مال الجهاز. واذا كان موتور ايضا اساله هل هذا الموتور اللي انت مستخدمه هو داخلي او موتور منفصل، على مود احدد ايضا ايش قد دقه الجهاز. النقطه الثانيه اللي اسال البياع على مود اعرف هذا الجهاز زين ولا لا، اسال عن المحوله، هاي المحوله اسطوانيه او مربعه. إذا أسطوانية طبعاً هتكون كفاءتها أعلى من المحولات المربعة. أسأل عن الحماية مال الجهاز، هذا الجهاز شنو بحماية؟ يحمي من الشورت سيركت؟ لو ما يحمي طبعاً، إذا كان يحمي هو هذا الشيء المهم. هذا الجهاز إذا نزلت الفولتية يفصل؟ لو ما يفصل يعني حماية بي ضد الفولتية القليلة، بحماية ضد الفولتية العالية؟ لو ما بحماية، بحماية ضد الحمل الزايد، يعني أنا سحبت من عنده تيار أكثر من قيمته، هل راح يفصل؟ لو شنو راح يصير بي؟ ايضا بحمايه اذا زادت درجه حرارته، يعني الحراره اذا صعدت بداخل الجهاز راح يفصل الجهاز لو ما يفصل. النقطه الاضافيه اللي اسال بها انه هل الجهاز بشاشه من خلالها ممكن اعرف الفولتيه الداخله الفولتيه الخارجه؟ شنو الشاشه اللي موجوده بي اللي شقدر اعرف من خلالها شنو راح تعرض لي؟ تعرض لي الحمل لو ما تعرض لي؟ طبعا اذا الجهاز راح يكون بشاشه فهذا راح يكون افضل، لانه انا اقدر اعرف كل التفاصيل مال الجهاز عن طريق هاي الشاشه. اتمنى انه استفاديتم من الفيديو، وشكرا لكم. لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناه مالتنا وتفعلون اشاره الجرس على مود توصلكم الفيديوهات اسبوعيا. شكرا.